الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وربنا السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدرديق رضي الله عنه بالأدلة الفقهية. قد وصلنا فيه إلى باب المسح على الجبيرة. قال الشيخ رحمه الله: فصل. إن خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم مسح، فإن لم يستطع فعلى الجبيرة ثم على العصابة كقرطاس صدغ أو عمامة خيف بنزعها، وإن بغسل أو بلا طهر أو انتشرت، إن كان غسل الصحيح لا يضر، وإلا ففرضه التيمم كأن قل جدا كيد. قال الشارح رحمه الله: فصل في بيان حكم المسح على الجبيرة وما يتعلق به. ذكر هذا الباب الشيخ بعد باب التيمم، لأن التيمم يجوز للضرر، فألحق به هذا الباب لأنه يشبهه في خوف الضرر. يعني الإنسان في أمر التيمم إذا فقد الماء أو وجد الماء ولكن لا يقدر على استعماله لمرض فإنه يتيمم. كذلك هنا إذا خاف أن يمسح على الجرح أو أن يغسله فليضع عليه شيئا يقال له الجبيرة، وهي اللصقة التي فيها الدواء، ثم يمسح عليها. ولذلك قال: إن خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم مسح، أي إذا كان محل به جرح بضم الجيم أو دم أو جرب حكة أو حرق، الجسم محروق لا يقبل الماء ونحو ذلك، يعني كل شيء يقاس عليه، وخيف بغسله في الوضوء أو الغسل حدوث مرض أو زيادته أو تأخر الضر كما تقدم في التيمم. يعني إذا هناك مراحل في موضوع المسح على الجبيرة. احنا قلنا الجبيرة في هناك جبيرة وهناك صاب. الجبيرة اللي هي الشيء الذي فيه الدواء، يعني أحيانا تكون القطنة فيها مرهم
أو فيها أي علاج تضع على الجرح نفسه، هذا يقال لها إيه؟ جبيرة. ولكن أصل الجبيرة هو الشيء الذي يجبر به الكسر، عيدان بتوضع للكسر ثم يربط عليه الزمن الأول. لكن الآن استعاضوا عنها بالجبس أو الشرايط اللي هي الجبصونة دي، كل ده يعتبر جبيرة. إذا لم يقدر على المسح على الجبيرة يبقى هناك الإصابة. واحد يقول لك أنا لو مسحت على الجبيرة تتبل وتضر الجرح بره، نقول له ماشي، يبقى هنجيب عصابة تاني نلفها على الجبيرة للتأمين، خفنا من العصابة دي نعمل عصابة تاني، يبقى جبيرة وعصابة أولى وعصابة تاني، يبقى ثلاث طبقات. المهم انه عدم حدوث ضرر اذا خيف مسح بالمسح وجود الضرر. لو مسحنا على الجرح نفسه او المسح على الجبيرة او العصابة الاولى، يبقى نمسح على اخر عصابة، العصابة الثالثة تعتبر الطبقة الثالثة، جبيرة عصابة اولى عصابة ثالثة. يبقى أو المرحلة الأولى المسح على الجرح نفسه، لأن في بعض الناس جرحه ما يتأثرش بالماء، يعني واحد عنده جرح وهو مجرب طبعا ذلك إنه لو حصل مية ما بيتأثرش، يبقى إذا يجي على المكان المجروح ويبل إيده ويمسح، ده الأصل. خفنا عاد ان الماء ده يزود الجرح، خليه طبعا يلتهب وممكن يؤدي الى ضرر اكبر، تسمم مثلا. يبقى هنا يجب وضع الجبيره عليه ثم المسح عليه. خفنا من الجبيره برضو ان ترشح على الجرح، يبقى نحط في جهه عصابه واتنين، ده اسرع. يبقى مرحلة أولى المسح على المكان المألوم، على الجرح أو الدمل أو الجرف أو الحرق، كل ده واحد. خفنا من ذلك يبقى نحط الجبيرة اللي عليها الدواء ونمسح عليها. خفنا منها برضو على الجرح يبقى نحط عصابة فضيحة. لقينا العصابة رقيقة يبقى نحط عصابة يعني كم لفة، زي ما انت بتشوف كده في الشاش بيقعد بلف كثير، كل ده لتأمين المكان المألوم، لأن الإسلام طبعا لا ضرر فيه ولا ضرار. والأصل في هذا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأنه أحيانا الماء طبعا الماء غير معقم، فلو الجرح مفتوح قوي طبعا الماء لا شك انه يضر، يبقى لابد عاد من وضع العلاج والقطن، ونحط الجبيره والعصابه ونلف ونأمن مكان الجرح. ولذلك قال كالخوف الموجود في التيمم، اللي هو خوف حدوث مرض اخر غير الموجود، او زياده المرض الموجود، أو تأخر الشفاء. يعني لو كان المسح على الجبيرة يؤدي إلى برء الجرح بسرعة يبقى نحط الجبيرة، ونقول شيء مثلا بدل هيبرأ بعد 3 أيام، لو مسحنا عليه يقعد 10 أو 15، لا، يبقى هنا نحط الجبيرة ونخليه يبرأ بعد 3 أيام. والكلام ده طبعا بيستند فيه الى التجربه وقول الطبيب، اما التجربه واما الطبيب. يعني الطبيب يقول امنع الميه، او بالتجربه واحد يعني حصل عنده جرح واثنين وثلاثه، عارف انه لما يغسله بيقعد 2 أسبوع على ما يبرأ،
وإن لف عليه الأنصاب ومسح عليه بعد 3 أيام بيعرف. قال فإنه يمسح وجوبا، يعني متى يكون المسح وجوبا؟ إن خيف هلاك أو شدة ضرر. يعني لو واحد خاف من غسل المكان المجروح أو المألوم أو مثلا المحروق، خاف من هلاك زي التسمم مثلا، يبقى يجب عليه أن يحط الجبل ويمسح وجوبا، وإلا قتل نفسه. القرآن قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أو كتعطيل منفعة زي مثلا عمليات العين. عمليات العين دايما الأطباء يقول لك أوعى المية، لأن ممكن بعد العملية لو واحد مثلا اتوضأ وغسل وشه حدث يعني هذا عمية العين، يبقى هنا تعطلت إيه؟ منفعة العين لما اتغسلت بعد العملية الجراحية. هنا يجب وضع العصابة على العين وكمان الجبيرة وفيها العصابة ونمسح، هذا هو الواجب. ده واجب ليه؟ لأنه هنا الغسل هنا الغسل هيعطل منفعة العين. كذلك الحروق، الحروق طبعا لو حصلت مية طبعا بتزداد، يعني تزداد مرضا ويتأخر الشفاء، فيجب هنا يجب المسح على الجبيرة، نحط عليها جبيرة ونمسح عليها. قال وجوازا، يعني يجوز المسح إن خيف شدة الألم أو تأخر البر بلا شيء. يعني زي ما قلنا إيه، لو مسحنا على الجبيرة البر بعد 3 أيام أو 4، إن مسحنا على الجرح يبقى هيقعد مثلا 10 أيام، يبقى هنا يجوز إنه يمسح على الجرح ويجوز إنه يمسح على الجبيرة إذا كان في شوية ألم شديد أو تأخر الشفاء، لكن بشرط عدم الشيء. يعني ممكن يقول لك ايه مثلا الحرق لو حصل ميه بيعمل مكانه زي البرص، اهو ده يبقى فيها شيء الانسان هيتشوه، يبقى هنا يجب المسح على الجبيرة وممنوع الميه للحرق. فقوله كالتيمم اي كخوفا، كالخوف المتقدم في التيمم اللي هو الخوف اللي هو حدوث مرض أو زيادة مرض أو تأخر الشفاء. ومتى أمكن، خلي بالك من المسألة دي، ومتى أمكن المسح على المحل لم يجز له أن يمسح على الجبيرة ولا يجزئه إن مسح عليه. يعني واحد مثلا جرح بسيط، خطش كده بسيط، لو مسح عليه أو غسل لا يتضرر. فهو قال لا ده جرح، راح حاطط بطنه وعمل عليه لزقة ومسح عليه، يبقى الوضوء كده إيه؟ باطل. لأنه يمكن المسح على الجرح لأن الجرح خدش خفيف، يبقى الخدش الخفيف ده لا يضره الماء مع التجربة. يبقى لو مسح عليه أو حط عليها إصابة وتوضأ يبقى صلاته إيه؟ وضوءه بطل وصلاته باطلة. ليه؟ لأنه يبقى فيه لمعة هنا، لأنه غسل الجسم ده واجب، غسل العضو واجب، أنا كده ما غسلتش ويمكن غسله، لكن أنا حطيت في إيه؟ يعني نقول حاجز، يبقى كأنه لمعة، كأنه واحد ترك شيئاً لم يصبه الماء، يبقى لمعة، يبقى الوضوء ناقص. يبقى مرحلة أولى المسح على الجرح نفسه إن أمكن، لم يمكن يبقى المسح على الجبيرة. لو رشت مكان الألم ما يجزيش؟ لو إيه؟ لو رشت
ما يجزيش ده. هنا لابد من المسح، يعني مسح المكان المألوم. إذا كان يمكن غسله يغسل، وإذا كان جرح خفيف يغسل. أحيانا الواحد بيخدش ويتوضى ما بيحصلش مشكلة، لكن هو زي ما يقول مرفه أو مجلع شوية، فيعني خاف على نفسه وراح حاطط الإيه الجبيرة ومسح عليها. لا حتى الرش تحت، لأن الأصل أن يغسل. فإن لم يستطع المسح على الجرح على المحل بدون جبيرة، مسح على الجبيرة وهي اللزقة التي فيها الدواء توضع على الجرح، هي فيها البطن والمرهم والميكروكروم والأشياء دي. أو على العين الرمداء، يعني العين فيها رمد، الرمد أحيانا يعني يقولوا ابعد المية عنه. وأحيانا الواحد يجرب إنه لما تكون عينه فيها رمد ولا فيها ألم ويغسل في الوضوء لا تتضرر، يبقى على حسب التجربة أو إرشاد الطبيب. يعني واحد عينه مألوم أو حمراء أو فيها التهاب، بالتجربة هو بيتوضأ لا يحصل له شيء. فلو جاء حط على عينه حاجة جبيرة ومسح عليه يبقى الوضوء إيه؟ باطل. فإن لم يستطع فعلى الجبيرة، ثم على العصابة، أي ثم إن لم يستطع المسح على الجبيرة بأن خاف ما تقدم مسح على العصابة التي تربط فوق الجبيرة، في المرحلة الثالثة. المسح على الجرح ثم على الجبيرة ثم على العصابة التي فوق الجبيرة. فإن لم يستطع فعلى عصابة أخرى، إنه يلف كم لفة يعني. قال والأرمد الذي لا يستطيع المسح على عينه أو جبهته بأن خاف حدوث مرض أو زيادة أو تأخر شفاء، يضع خرقة على العين أو الجبهة ويمسح عليها. لكن كل ده يستند إلى تجربة أو قول الطبيب بالنسبة للعين أو الجرح أو الدم، لأن الناس تختلف في هذه المسألة. الأجسام نفسها تختلف، في أجسام تتضرر من الماء، جرحها يعني يتضرر من الماء، وأجسام تبرأ على الماء. يبقى اللي يبرأ على الماء يمسح على الجبيرة ازاي؟ ما يمسحش على الجبيرة ولا على الأصابع. لكن شوف من الجهل، بعض الناس مثلا يجي يعمل عملية في عينه، عين وتلاقيه بيتيمم. طب تتيمم ازاي؟ انت فرضك التيمم، انت فرضك الغسل الوضوء. انما المكان ده ليه بابه اسمه المسح على الجبيرة. يبقى نحط على العين العصابة او الجبيرة ونمسح عليها ونغسل باقي الوجه وباقي الاعضاء. يبقى كده انت توضأت وصحيح. لكن تتيمم وانت عينك مثلا مألومة، أو واحد مثلا عنده دمل في دراعه أو دمل في جبهته أو دمل هنا جنب ودنه وتلاقيه بيتيمم. طب تيمم ليه؟ يقول لك علشان والله عندي دمل هنا مفتوح، مش قادر أغسل وشي. عشان هو ما عندوش طبعا علم بأي شيء، فيتيمم ويصلي، لكن صلاته إيه؟ باطلة. أو واحد مثلا مجبس رجله ويتيمم، ليه؟ يقول لك مش قادر اتفضل. يا سلام، يعني ايه الحركه للوضوء؟ يعني من شروط صحه الوضوء الحركه. لا، انت رجلك مألومه مثلا مكسوره، خلاص يبقى تتوضا وتيجي عند الرجل تروح ماسح على الجبس، تبقى صلاتك صحيحه. انما كانت تتيمم صلاتك باطله، مش موضع التيمم. ولذلك الامور دي يعني لما يجهلها معظم المرضى، فتلاقيهم المواظب على الصلاة جدا تلقاه يتيمم، هو ليس من حقه يتيمم.
والجاهل عاد اللي هو بيترك الصلاة أصلا، يقول لك أنا أعيد الصلاة بعد الشفاء، لما ربنا يشفيه لما صلى. يعني كده بكل سهولة وبكل استهانة. استهانة، داء الاستهانة يسموه العلماء، الاستهانة بأوامر الدين يعني. سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول ايه؟ من كان له جرح معصوب عليه توضأ ثم مسح على العصائب. سيدنا عبد الله، وهو سيدنا عبد الله بن عمر نفسه كان يفعل ذلك، كان لما يبقى عنده جرح كان يعصبه ويمسح عليه، يعني يحط الجبيرة والدواء ويمسح عليه، يبقى ده فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ولذلك في سنن أبي داود، في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية، السرية يعني جزء صغير من الجيش، بعث سرية فأصابهم البرد. السرية عندنا في السيرة يقول لك إن هي حوالي 300 جندي، يعني زي ما قلت شرخة من الجيش. فأصابهم البرد، البرد الشديد. قال فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال أبو عبيد العلامة اللغة، قال العصائب العمائم، والتساخين الخفاف الخف، لأنه يعني بيسخن الرجل. فهنا العلماء طبعا قالوا يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمسح على العمائم والخفاف خوفا من شدة البرد، قالوا فمن باب أولى الخوف على الجرح من زيادة المرض أو حدوث مرض آخر أو تأخر الشفاء. ده الأصل. وحديث احنا ذكرناه قبل ذلك كثيرا، حديث سيدنا جابر بن عبد الله برضو عند أبي داود، لما قال كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر شجه في رأسه ثم أصابته جنابة بعد أن شج رأسه، فأراد أن يتيمم، فسأل الصحابة قال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الغسل. فاغتسل فمات، فاغتسل فمات. يعني الظاهر كان الشجة يعني غائرة في الرأس، طبعا لما يحط عليها ميه يحصل تلوث خصوصا في الصحراء. المهم الرجل اغتسل، فلما سيدنا جابر بن عبد الله يقول فلما رجعنا الى المدينه اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال قتلوه، قتلهم الله. شوف الغضب، غضب النبي عليه الصلاه والسلام، قتلوه قتلهم. يعني الفتوى كانت سبب القتل. يعني ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ المفروض ما كانوش أفتوا من غير علم. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. أي فإنما شفاء الجهل السؤال. فالجهل مرض. لابد من إيه؟ من السؤال. فالشاهد معنا قال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. ده الشاهد معنا، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده.
هذا تعليم، تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان الإنسان ما يفتش من غير علم. إذا جهل المسألة سأل إيه؟ غيره من أهل العلم. ثم ضرب الشيخ مثلا آخر غير الجرح، قال كقرطاس صبغ. زمان كان يحصل فتح في الايه؟ في الأذن من قديم، ففي حاجة اسمها قرطاس الصبغ، يعني لزقة كده من ورق أو جلد، بعدين كانوا بيكتبوا عليها قرآن استشفاء بالقرآن. وبتقعد طبعا القرطاس ده بيحيط بالاذن من ورا ومن قدام، اسمه قرطاس الصدق. الى عهد قريب كان، وكان ربنا بيشفي بهذا. فهنا القرطاس ده ما يغسلوش، يمسح عليه، يغسل كده اهو، ويجي عند القرطاس ده يحط ايده في الميه وينفخها كده ويمسح من ورا. فكده ايه؟ مسح على مكان الالم اللي هو ايه؟ على الاعصاب، بس يسموهم قرطاس لانه معمول من ورق او جلد. كقرطاس صبغ ورقه او جلده او نحوهما مكتوبه لصقت بصبغ لدفع تألمها علشان يدفع بها الألم. أو كانت الورقة مثلا موضوعة على الجبهة برضو يمسح عليها. كان يوضع أي كما يمسح على قرطاس يوضع على صبغ لصداع ونحوه وعلى عمامة خيف بنزعها إذا لم يقدر على مسح ما تحتها من عرقية. يعني يمسح على قرطاس الصبغ زي المسح على الجبين، أو عمامة، يعني واحد مجرب شال الأمام ومسح يصاب بالبرد والإنفلونزا، يبقى يعمل ايه؟ يبقى يمسح على الشعر المتدلي من هنا ومن ورا ويمسح على العمامة. يبقى العمامة دي هتاخد حكم الجبيرة لأنه لو شالها يصاب بنزلة البرد. في ناس مجربة هذا، يقول أنا ساعة أكشف العمامة وامسح على راسي اخذ ايه؟ برد. يبقى نعمل وينه؟ نقول له خلاص امسح على العمام وكمل على باقي الشعر الايه؟ الظاهر من العمام. وان قدر يعني يعملها كده مثلا ويمسح الجزء الظاهر الناصية يبقى ماشي. لانه الامام الشافعي رضي الله عنه يعني لو مسح مقدار 3 شعرات كفي. عشان ايه؟ مسح بعض الراس. كل ده داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يبقى هو مش هيقدر يمسح الراس كلها، يبقى يمسح ما ظهر من الشعر ويكمل على العمامة. ده كمان زمان كان في حاجه اسمها ايه؟ عرقيه. يعني ايه؟ نقول احنا طاقية قماش داخل الطاقية الأصلية يسموها عرقية، يعني تشرب العرق. يعني لو قدر يشيل الأمام ويمسح على اللي تحتيها يمسح على العرقية اللي تحتيها. يعني نقول احنا الطاقية القماش اللي داخل الأمام يسموها العرقية.
فلو قدر يمسح على العربية يمسح، ما قدرش يبقى يمسح على ايه؟ خايف من الهواء يخش في مسام الرأس. وينطبق هذا على المرأة بالنسبة للخمار، لو خافت المرأة مع التجربة انه تنزع الخمار يبقى تمسح على الخمار. فإن قدر على مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة، وفعله صلى الله عليه وسلم، يعني فعل ذلك، يعني مسح على بعض رأسه وكمل على العمامة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن بغسل أو بلا طهر أو انتشرت، أي لا فرق في المسح المذكور بين أن يكون في الوضوء أو الغسل. خلي بالك أن بعض الناس مفكر أنه إيه، مفكر أن المسح على الجبيرة ده خاص بإيه؟ بالوضوء. لا، كذلك في إيه؟ في الغسل، عشان برضك تعرف حكم اللزقة اللي بتوضع على الكتف أو الظهر. في الغسل طبعا هيغتسل، يبقى هنا طبعا اللزجة معروف انها ما تتأثرش بالماء، يبقى دي هينزل عليها الماء طبيعي، انما هي الاصل انها تمسح، فلما تغسل يبقى ده مسح وزيادة، يبقى ده غسل مش غسل. لكن النقطة المهمة جاية ان شاء الله بعد كده عند البر، دي هنتكلم عنها، يعني لما تبرأ يبقى لابد من غسل ما تحتها، نتكلم عن المسألة دي. لكن المهم أن الجبيرة يعني تكون في الوضوء وتكون في الغسل، يعني زي الجبس مثلا بيقعد شهر واثنين، وفي اللي هي زي الأشياء اللي يسموها الشراب الضاغط أو أحيانا بيمنعوا أنه يتحل، يعني يقعد مدة يعني على الرجل، هنا برضو يغتسل ويمسح عليه. لا فرق في المسح بين ان يكون في وضوء او غسل، وسواء وضعها وهو مطهر او بلا طهر. يبقى هنا في يعني الفرق بين الجبيره والخف، ان الخف لازم يتلبس على طهاره كامله، لكن الجبيره لا، الجبيره يربطها في اي وقت، وفي اي وقت يتوضا ويمسح عليه، وفي اي وقت يغتسل ويمسح عليه. مش زي الخف انه لابد يلبس على طهاره، لا، الجبيره يربطها في اي وقت ويمسح عليه. وسواء كانت قدر المحل المألوم او انتشرت، يعني اتسعت للضروره، شيء ضروري. يعني احيانا الجرح يبقى قدر ايه؟ الحلقه دي جرح مفتوح، لكن في الرباط بياخد مقدار كفه ويتربط، فهنا دي عشان الضروره، فانا نمسح على كل ده، يعني الجرح هنا مثلا، لكن ربطنا كده ربط منتشر، طبعا الرباط منتشر، ده للضروره، ما مش نقدر نعمل جبيره على قدر الايه؟ على قدر الجرح، هتقع، يبقى ده ايه؟ فأجيز للضروره انه يمسح ايه؟ على العصابة كلها حتى على الجزء الصحيح، يعني الجزء الصحيح اللي تحت العصابة والجبير ياخذ حكم المألوم. لأنه يعني يقول العلماء كده ما لا يتم الواجب إلا به فهو، يعني ما نقدرش نعمل عصابة بدون ربط السليم بجوار المريض، يبقى لابد من، يعني زي العين مثلا، شوف انت العين، العين صغيرة لكن مألومة، ممنوع المية، فأنا بنحط يعني الرباط بتاع العين بياخد حوالي ربع الوش، ومربوط من ايه؟ من الخلف، أو حتى إن كان في برضه الشاشة اللي هو اللزق البلاستر الأبيض ده الطبي بياخد مساحة
حوالين العين برضو كل ده لا يضر، برضو نمسح على البلاستر مهما اتسع حول الايه؟ حول العين، يعني ياخذ نص الجبهه مثلا معاه، لانه ده كله ده تامين للجرح، تامين للجرح. ثم قال: ان كان غسل الصحيح لا يضر والا ففرضه التيمم، اي ان محل جواز المسح المذكور ان كان غسل الصحيح من الجسد في الغسل او الصحيح من اعضاء الوضوء في الوضوء لا يضر، بحيث لا يوجب حدوث مرض ولا زياده مرض المألوم ولا تأخر برح، وإلا كان فرضه التيمم. يعني واحد عنده علة ممكن يمسح عليها، لكن العلة دي لو غسلنا الصحيح من الجسم يتضرر المجروح، يعني الجرح الموجود ده لو جينا اغتسلنا او توضينا يتاثر الجرح. شوف العلماء بيفرضوا المحال، يبقى ده حكمه ايه؟ التيمم. هو عنده عله ممكن يمسح عليها، لكن لو غسل الصحيح من جسمه يتضرر المريض، الجزء المريض. ولذلك احيانا يعني يعملوا عمليات جراحيه مثلا في الحوض مثلا، يقول له بس هتقعد 3 شهور ما تحطش الميه على جسمك خالص. ليه؟ لانه هيضر الجزء المريض، يبقى ده حكمه ايه؟ التيمم. يبقى يعني محل جواز المسح على الجبيره قالوا ايه؟ اذا كان غسل الصحيح لا يضر الموضع المريض، فإذا كان غسل الصحيح يضر المكان المريض يبقى يتيمم، يبقى ده اسمه فاقد القدرة على استعمال الماء كما ذكرنا هناك في التيمم. المية موجودة لكن لا يقدر على استعمالها. وسواء كان الصحيح هو الأكثر أو الأقل، مفيش فرق يعني. يعني لو جزء، لو يد أو رجل مألومة أو فيها المرض، لكن غسل باقي الجسم يضرها، يبقى فرضها التام. يعني مفيش فرق بين إنه يكون الجزء الأكبر هو المريض أو الجزء الأقل هو المريض. المهم إنه غسل الصحيح يضر المريض. وده غالبا بيبقى في الحروق. غالبا يكون في الحروق. يبقى في الحالة دي فرضه ايه؟ يبقى مش هنمسح على العصائب. هنا تيمم وخلاص، هنا مفيش مية. يعني فالأرمد مثلا لا يتيمم بها. اللي عينه فيها ربط أو فيها عملية جراحية ما يتيممش، لأنه غسل الوجه باقي الوجه لا يضر العين. أو غسل اليدين لا يضر العين، يبقى ده يتوضا ويمسح على العين. فالأرمد لا يتيمم بحال إلا إذا كان غسل بقية أعضائه يوجب مزيدا، كأن قل جدا كيد، أي كما أن فرضه التيمم لو قل الصحيح جدا كيد أو رجل، وكان غسله لا يوجب ذلك. يعني واحد جسمه كله مألوم محروق مثلا، مفيش إلا يد هي السليمة أو رجل، يبقى كده مش هينفع نغسل في الوضوء يد أو رجل، يبقى ده ينتقل لإيه؟ للتام، لأن الصحيح قليل، الصحيح قليل، يبقى يتيمم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال المولى تبارك وتعالى.
ثم قال وإن نزعها لدواء أو سقطت ردها ومسح إن لم يطل كالموالاة، ولو كان في صلاة بطلت كأن صح وبادر لغسل محلها أو مسحه. إن في حكم نزع الجبيرة أو نزع العصابة أو سقطت بنفسها من غير نزع، فإن إن 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 نزعها لدواء أو سقطت بنفسها هيردها ويمسح عليه، لأنه يعتبر جزء من الوضوء سقط. فنعمل إيه؟ نرده، نربطها تاني ونروح الميضة نبل إيدنا ونروح مسحين عليها، ويبقى الوضوء كده ما زال صحيح. وكذلك لما يحصل التغيير يقول لك هنغير على الجرح، انت متوضي ورايح تغير، يبقى هنا هيحل الرباط ويغير، عقب التغيير تروح مبلل ايدك من الحنفيه وتروح ماسح على العصابه الجديده دي، ويبقى وضوءك كده ايه سليم. خلي بالك، فانه يردها لمحلها في الصورتين، سواء حله بنفسه او هي سقطت وهو ماشي، يبقى ما يستناش، ويمسح عليها ما دام الزمن لم يطل. فإن طال طولا كالطول المتقدم في الموالاة المقدر بجفاف العضو والزمن المعتدلين، قدرنا احنا زمان بخمس دقائق، يعني ما يستغرقش يعني مدة المسح ما تزيدش عن خمس دقائق، لو زادت يبقى بطل. طبعا التغيير على الجرح مش هياخد اكثر من خمس دقائق، بيحل العصابه القديمه ويربط مكانه ويحط علاج جديد ويربط، يبقى نستغرق الموضوع ده خمس دقائق، يبقى ايه يرده ويمسح عليه، ويبقى كده الوضوء او الغسل ما زال صحيحا. ما لسه اثناء الصلاه لسه، ما هو دي مساله ثانيه، لكن احنا هنا يعني سقطت في غير الصلاة أو نزعها هو للدواء هيغير يعني. فإن طال الزمن بطلت طهارته من وضوء أو غسل إن تعمد، إن تعمد إنه ما يمسحش بسرعة، لكن إن نسي إن هو يمسح عليها أو نسي أنه متوضئ، يعني غير ومسح ومشى بعدين تذكر ان هو ايه متوضئ ونسي يمسح، يبقى ده يبني في اي وقت، من ما تذكر اول ما تذكر يروح على اقرب ماء يبل ايده ويمسح على الاصابه، ويبقى الوضوء ما زال ايه صحيح. لكن لو تعمد انه ما يمسحش يقول لك بتوضى تاني، خلاص يبقى بطل ايه بطل المسح. الله أعلم.